أنت الآن على مزاج الشعب. فرفشنا ونعنيشنا يا أوشة. مش هتقول معانا ماشي اسلوبي عارفينك
يا عرسان اسمع السلام بالفيف ورقص عشان انا مظبوط معلش نسيروا شخصيتي عجباني عجبك تقدر تمشي شارب الجدعنة انا بالمعلقة وغير الرجالة ما بشوفش هتقل بوصلة جبته لنفسك وانا بفعل ما بقولش اللي عجبه الكلام ده يسقف يابا دمي زي العسل يخرب بيت امي يا استاذه فيفا يلا بينا نادى على بالله انت كده نادى على بالله الله يرضى عليك ملك نادى على بالله الله يرضى عليك استاذ يا عم بقول لك مش عارف ايه يا بالله استاذ بالله زعلان اكيد زعلان يا لهوي بالله على المسرح مش ممكن تعال يا بالله تعال هو ابن حلال برضه انت كنت فين لا فين موجود حد مزعلك تعالى كنت فين كان بيبسبس بللتي خلصان بللتي حبيب قلبي الناس دي 100% واحلى فرح في الدنيا قسما بالله دي بلدي طبعا وانا بتشرف في بلدي في اي مكان وبلدي طول عمرها مشرفاني ودي الحديده ده ايه وهي اللي مخلياني واقف دلوقتي على الستيج انا اقول اللي كبير ورباه العظمه لله هيقوم يقف على حاله صلى على النبي صلى على النبي اللي يحب النبي يقول ايه ما تولع فيها باش يلا اوشا Stop!
الرجاله نوسع الدنيا الشباب تطلع الدنيا Yeah!
بالصلاة.